العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. مكافر على يد سماحة الشيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا بأس، حياه الله. سبحان الله. حياك الله. بارك الله فيك. من أي البلاد؟ من وين؟ Where from؟ نيبال. أفغان؟ نيبال. بارك الله. طيب، الإسلام هو دين الله، هو الحق الذي لا ريب فيه، من استقام عليه فله الجنة، ومن مات على غيره فله النار. النعمة كبيرة، الهداية للإسلام أعظم نعمة وأكبر نعمة، الهداية للإسلام. قل أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. معنى ذلك تشهد أن الله هو المعبود الحق، هذا معناه. معنى تشهد أن الله فوق السماء فوق العرش، تشهد أنه معبودك الحق وأنه إله، وأن ما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أشجار أو أحجار أو أنبياء كله باطل. العبادة حق الله الذي فوق السماء فوق العرش سبحانه وتعالى، ربنا الله. له الصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء، وكله لله وحده، كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله، معناها أشهد أنه لا معبود حق إلا الله. إلا وتشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي هو رسول الله، هو خاتم الأنبياء. فهمنا؟ هو رسول الله وخاتم الأنبياء، ليس بعده نبي.